إذن الآن يعني اتضحت الصورة مع عبد الرحمن. عبد الرحمن مساء الخير، الحمد لله على سلامتك. الله يعطيك العافية. إحنا يعني مبسوطين كثير إنك يعني نحكي معك ونتواصل معك وإنت على شاشتنا الآن، مش حابين نثقل عليك ونتعبك، بس حابين برضو أول إشي نطمن على صحتك. طمنا، إيش حكوا لك الدكاترة؟ كيف أمورك الصحية؟ الحمد لله إحنا بخير وعافية بفضل الله. تجربتنا في سجون الاحتلال الصعبة كانت يعني أدت إلى بعض الضغط النفسي وبعض الإرهاق بشكل عام على مدى شهرين من الممارسات الاحتلالية في سجون فيعني هو إشي روتيني. الحمد لله يعني الصحة بتطمن، ما في أي بأس الحمد لله. إن شاء الله ما شاء الله للفرج لجميع أسرانا بإذن الله. احنا عبد هيك حابين تطمنا اليوم، يعني ايش الاجراءات اللي صارت معك من الصبح؟ كيف تبلغت انه اليوم بدك تروح على الاردن، وكيف تمت الاجراءات وصولا الى الجسر والاستقبال اللي احنا شفناه؟ ما الذي جرى قبل وصولك للجسر؟ تمام، هسه كان يعني الاحتلال الإسرائيلي داخل المعتقلات يؤكد لنا أنه كل الجهود في الخارج لم تستمر، وكان يراهن دائما ويهدد بأنه أنت يعني مش هتروح وليست له كلمة في هذا المجال. فلا إلا أنه زيارات القنصل السيد رائد الفاعوري من وراءه كل الدبلوماسية الأردنية بتوجيه من جلالة الملك كانت في زيارات دورية لي ولهبة، لكن بما يخص قضيتي كان الزيارات متواترة، وكان آخرها زيارة في البارحة الظهر كان لدينا قنصل السيد الفاعوري وأكد لي بأنه الإفراج سيكون قريب. نحن لم يكن هناك لدينا تواصل مع الإعلام هذا الحكي امبارح، أنت عرفته؟ لا ندري ما هو الحراك السابق في الخارج، لا ندري حجم الموضوع، إلا أنه كان في أن الحمد لله القدرة على الصمود و بعض الأخبار الخفيفة التي تصل كانت تثبتنا أكثر، والاهتمام الدبلوماسي كان فعلا يعني مهم. فأخبرونا بهذا الشيء، لكن ثاني قالوا لي متى، ما يعني متى الموعد لم يحدد. تفاجأنا اليوم صباحا بأنه اسمك للإفراج، فكان أظن أنها مسرحية، معتادين على هذا الموضوع، يتم الإفراج وإرجاعنا من بوابة السجن، لكن كان الإفراج حقيقي هذه المرة. يعني صارت معكم قبل أنه حكوا لكم إفراج ورجعوكم؟ لكن انت عبد بس امبارح عرفت، يعني احنا بنعرف من 3 ايام، حضرتك بس امبارح عرفت انه بكره راح تطلع من القنصل الاردني. بس ما بعرف راح اطلع، بس متى بالضبط ما عندي فكره. فامبارح اذا هيك الموضوع انا بالنسبه لي متوكل على الله، يعني اطلعنا ما اطلعنا قاعدين على قلوبهم يعني. ما شاء الله عنك عبد. اللي سجانك اللي كان يحكي لك انك ما راح تطلع وراح تظل عنا، كان يحكي معك باللغه العربيه يعني يخاطبك؟ يعني هو يعني المحققين كثر هناك في سجون الاحتلال، لكن ايضا هذا كان قضاء، كان كلام كل من اقابل المسجنين، كانت هي نيابه ام محققين ام شباك ام غيره من وكانوا يحكوا لك يعني محاوله احباط احباطك يعني انه راح تستمر عندهم بالسجن. اذا عاد معنا الان يمكن عبد الرحمن على الاقل بالاتصال هاتفي لو لم يكن عبر السكايب. عبد الرحمن تسمعني الان؟ نعم. يعطيك العافية عبد، يعني احنا نقدر تعبك ونقدر يمكن كثرة زوارك الان من رسمي ومن شعبي، بس برضو طمعانين هيك الناس حابة تسمع الرواية، ونرجع نحكي عن سجانك اللي كان يحاول يحبطك من الناحية المعنوية. تحكي لنا هذه التفاصيل اللي كانت تصير بينك وبين السجان في التحقيق وفي كل المراحل الأسر عبد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله على أن أخرجنا سالمين، ويعني أيضا هذا لابد من أن نثمن كل الجهود الإعلامية والشعبية التي قامت على الحشد للقضية الأسرى والأسرى الإداري بالذات الأردنيين، أنا وهبة اللبدي، والاستجابة الرسمية يعني التي ترفع الرأس حقيقة، والقرار السياسي الذي كان أقوى من قرار الاحتلال وسجنه. لكن ما يعني هذا طبيعة الاحتلال الذي يعني الذي يتفنن بكل سلوك ممكن لكسر الأسير في سجنه.
كان الموضوع مثل الاعتقال، يعني كان الموضوع عبارة عن تهديد وعبارة عن تهديد وتهديد ومحاولة تخويف الأسير. يعني خلاص هم يعني هم يعتبرون أنفسهم هم من يحكم يعني في القضية أولا وآخرا، فكان يعني كان يؤكد لي أي يعني جلسة تحقيق أو أي يعني نحكي أي نقل لسجن من سجن لسجن كان في تنقلات كثيرة حاول إرهاب الأسير، لأن نقلة السجن ليس اعتقال عادي، إنما تكون هناك يعني الأقصاص الكثيرة الأقدام والأيدي، أيضا السيارة التي يتم النقل فيها من أسوأ ما يمكن مع المكيف البارد جدا والنقل لسنوات طويلة ممكن يستمر 12 ساعة. فهذا كله عندما يعني يحشد السجان ضدك أسير هو يكون يعني مسعى الأخير والأول يكسر إرادة الأسير، وهم يعني في اعتقالهم الإداري هو عبد على سيرة اعتقال إداري، أنا حاب أعرف شغلة، يعني لما تم اعتقالك يعني إيش حكوا لك أول شيء والتحقيقات كانت تدور حول ماذا، يعني ما هي التهمة التي كانوا حاولوا أن يثبتوها عليك؟ هو بغض النظر عن التهم، نعم. هي لا تتفاجأ أستاذي إذا قلت لك أنهم حاولوا في كل التفاصيل. يعني هو ببساطة سجان مثل يعني الهيئة القضائية والأمنية داخل إسرائيل داخل الاحتلال السوري هي لا تفكر بالطريقة المنطقية التي نحن ندركها عن الأجهزة الأمنية، إنما هم ببساطة يعتمدون على أشياء تافهة جدا تثير شكوكهم لأنهم مسكونون بالخوف. يعني بدهم أي تهمة ويحطوها لعبد. أنا أقوله إنه يعني ممكن أن يفتح معك كل الموضوع ويسألك عن كل زاوية، يعني ويحاول أن يصطاد الماء العكر حتى يعني حتى أيضا يعني بعض الأحيان تكون المحاولات السيئة للغاية أنه يريد أن يوقع الأسير بكلام غير منه حتى يعني يضرب إلى مربع ليس له به يعني أي ارتباط. نعم جميل. عبد كنت مطلع على اللي بيصير في الأردن، الفعاليات اللي كانت تصير على كل المستويات، على مستوى الشارع وعلى مستوى وسائل التواصل والإعلام. نعم. كيف كانت توصلك؟ احكي لنا. نعم بالضبط. في هذا الصدد كان مشكورا يعني كل التحركات الدبلوماسية الأردنية الممثلة التي كان يعني يصلنا إلى المعتقلات في سجن الاحتلال، شهادة القنصل الأردني كان يطلعنا على التفاصيل، كان يحاول زيارتنا كثيرا. نعم. وتمكن من الوصول إلينا تقريبا 4 مرات، يؤكد لنا أنه كل الأجهزة والدوائر الأمنية الأردنية والرسمية والسياسية تحاول إخراجنا بأقرب وقت والخروج قريب، كانوا يؤكدون على هذا الكلام لأنه التحركات الشعبية التي هي أفلدت صدورنا جدا لم نكن على اطلاع بها لأن كنا شبه معزولين في الداخل. كان بعض الأسرى الجدد القادمين يعني عندما يدخل المعتقل ويعني يكون هناك مشاهدة أو يلمحني من بعيد يعرف أني الأسير عبد الرحمن، فأدرك بهذه المواقف أن هناك يعني نشر للقضية. جميل. كيف وجدت يعني زملائك اللي كانوا في الأسر، كيف كانت معنوياتهم، ظروفهم، ايش الشيء الجديد اللي تعرفت عليه في قضية الأسرة وانت اصبحت جزء منها؟ لم يكن واضح السؤال. بقول كيف كان احوال الأسرة الآخرين، الأسرة الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟ نعم. وما المعلومة اللي اكتسبتها بعد ان اصبحت هذه القضية قضيتك واصبحت احد هؤلاء الأسرة؟ نعم. الأسرى يعني أتراهم كثير من الأمل أن ينتهي الملف الإداري لأنه ملف ظالم لا يعتمد أبدا على أي دليل ولا على أي اعتراف ولا على أي إقرار بأي تهمة من التهم، حتى أنه أنا لم أدخل تحقيق رسمي إنما كانوا يستخدمون أساليب ملتوية في التحقيق تعرف لدى الاحتلال وينفرد بها عالميا ولا يعني تستخدم في غيره من الأماكن. لا يوجد هناك تحقيق رسمي إنما تكون هناك عبارة عن مصائد ومكائد حتى يعني يوقعوا بالأسير. ما أريد أن أقوله الأسرى في الداخل قضيتنا أثارت لديهم الأمل بإنهاء الإداري أولا وأيضا
لدينا من أبنائنا الأردنيين في سجون الاحتلال ما نأمل أن يكون ملفهم يعني على طاولة العمل حاليا يتم الإفراج عنهم. إسرائيل أدركت الاحتلال الإسرائيلي أدرك بأنه هو ليس قادر على أن يقرر من يبقى في السجون ومن لا يبقى، وعرف وأدرك بشكل واضح من العزيمة الشعبية الأردنية والقرار الرسمي الأردني بأنه الأردنيين فعلا خط أحمر كما هي أراضينا والإنسان لدينا شيء لا يسكت عليه. فنتمنى أنه الفرج للجميع. نحن تجربتنا بسيطة كانت مقارنة بما تركنا خلفنا، لكن نتمنى من الله أن يكون هذا السبب يعني لتحريك هذا الملف المنسي في بعض كان نقل الدوائر ولم نقل بالواجب الكافي تجاه باقي الأسرى. نعم عبد الرحمن، أنا واثق بالله أن الله سبحانه وتعالى يحب عبد الرحمن مرعي. امتحنت في المرض والحمد لله ربنا شفاك وعفاك بصبرك وبثباتك، وامتحنت الآن بالأسر لدى الاحتلال وأيضا ثبتت، فهذه كلها امتحانات في الدنيا. نسأل الله أن يثبتك دائما وأن يكون نصيبك النجاح والفلاح. عبد، إيش ناوي الآن؟ إيش مجالك اللي راح ترجع له بحياتك؟ بأي مجال تعمل؟ أنا والله يعني محترف في مجال الفن الخط العربي، هذه يعني الفن الأصيل العربي المنفرد بجماليته. يعني أنا من مدرك فنان، سأطور في هذا الموضوع لأن على صدد يعني دراسة الماجستير إن شاء الله في الفنون. وبشكل عام يعني كحياة شخصية، حياة الحياة بسيطة، يعني موضوع الحياة الشخصية بس ينطبق يعني على ما كنت عليه قبل الأسرة. إن شاء الله نهتم بقضية الأسرة. مهم أيضا أنه أنا في المجال الطبي أصلا متخصص في مجال التأهيل الطبي، إن شاء الله يعني جميل. نعود لخدمة المرضى في هذا المجال لأنه ما شاء الله يعني هو شغف أيضا لدينا ما شاء الله. وكلا المحنتين التي مرضت بهما في حياتي هما سرطان في الجسد وسرطان في الوطن. ما شاء الله يعني الاحتلال هو سرطان من نوع اخر نتمنى لهم الزوال كليهما. ما شاء الله عنك يا عبد، وان شاء الله انت خطاط، بس انت خطيت مش جمله وانما قصه بطوله، وان شاء الله انه هذه القصه هي في ميزان حسناتك وربنا يعوضك خير على كل يوم ابتعدت فيه عن اهلك وعن بلدك. كل احترام عبد، ان شاء الله نشوفك على خير دائما وبصحه وسلامه دائما، واحنا فخورين فيك عبد الرحمن. شكرا جزيلا. نشكركم، انت السند والتاج والرسول. شكرا، تسلم. شكرا لوقتك عبد الرحمن مرعي. اذا هذا هو الأسير البطل، الأسير الأردني. الحقيقة يعني خلينا نحكي هيك بصراحة، يعني عبد مش ناوي يصير بطل بس صار بطل. يعني هو ما كان ضمن مخططاته بده يقاوم المحتل وبده يدخل الأسر وبده بس عبد الرحمن مرعي بطل، ما حدا بشكك في ذلك ولا حدا يستطيع أن يقلل مما قدمه عبد. عبد كان ببساطة لو كان ضعيف كان صار عميل، وهم عرضوا عليه لا شك أنه يصير عميل عندهم ويشتروا ويخدمهم، ووقتها كان الوعود بالأموال وبالبرستيج وبكل شيء ممكن واحد وشاب بعمر عبد الرحمن يتمنى. وكذلك الحال هبة ممكن تتفق تختلف معها بمواقف سياسية، هذا موضوع ثاني، بس هاي بنت البلد وانسجنت عند الصهاينة، أنا بوقف معها مدام عدوها صهيوني. خلاف فكري بنختلف مع بعض، نقعد مع هبة ونختلف، بنقولها أنت وجهة نظرك في الموضوع السياسي المعين أنا بختلف معه، ما في مشكلة. بس هبة أيضا قدمت من عمرها وقدمت، وكان بإمكانها أيضا أن تقدم تنازلات لصالح العدو، ولخرجت بصورة مختلفة ولربما يعني أيضا تم مكافأتها وأصبحت عميلة لدى الاحتلال. كل هذه الخيارات كانت متاحة لأسرانا ولكنهم أبوا عن ذلك، فلا أحد يقلل من بطولتهم، أصبحوا أبطال بترتيب وتقدير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن تكون أيامهم القادمة أيام فيها الخير لصالحهم ولصالح وطنهم ولصالح فلسطينهم أيضا، لأنه هم يعني أقحموا إلى مجال سيضطروا الاستمرار بالتعامل معه، وهو ملف الأسرى كأبرز الملفات الشائكة بين المحتل وهذا الصهيوني وبين أحرار هذه الأمة ببساطة.